بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اولا ازيكم مشاهدينا الكرام؟ النهارده هنتكلم عن مسك الليل او الكولونيا اللي هو اسمها اللاتيني او الاسم العلمي ليها سيستروم نوكترنم. انت هل مره عديت مثلا من جنب حديقه او حديقه منزل حد او شميت ريحه عطره جميله شبه المسك كده وقت المغربيه كده وانت ماشي، وفكرت مثلا حد حاطط برفان مثلا او رشش عطر او حاجه؟ لو حسيت بالاحساس ده بيبقى مسك الليل، لانه نبته جميله وتفوح منها رائحتها العطره عند الغروب. ودي موضوع حلقه النهارده، مسك الليل. بتمتاز شجره مسك الليل او شجيره مسك الليل بانها من النوع مستديم الخضره، هي لونها اخضر كده طول العام، الا انها كانت ممكن تيجي في الشتاء لو درجات الحراره فيها انخفاض ملحوظ ممكن تسقط بعض الاوراق، وتعاود نشاطها بردك في الفتره اللي احنا فيها ديت اللي هي شهر 4 و5، تبدا تعاود النشاط علشان على شهر 6 بامر الله بتكون مزهره وجميله. هي تصل ارتفاعها من 2 متر ل3 امتار، وبتمتاز ان ليها تفرعات، هتطلع منها تفرعات كتير خصوصا من اتجاه قاعدة النبات، زي ما هو باين عند حضراتكم، نبينها. بتقطع تفرعات كتير ليها. تمتاز اوراقها من اوراق بسيطة، الاوراق متبادلة على الساق يعني زي السلم كده، ورقة التانية التالتة هكذا، اوراق متبادلة زي ما احنا شايفين كده زي السلم. شكلها رمحي، الورقة شكلها رمحي ليها سن كده. في منها كذا نوع بتختلف في لون الزهرة، في اللون الابيض، في اللي زهرها اصفر، في اللي زهرها بنفسجي. هذه الشجرة بتنتج كمية او كتل من الازهار عبارة عن عنقود كده، هتلاقي فيه مثلا طالع زي عنقود ونازل منه مجموعة او كتلة من الازهار. الازهار دي بتبقى في قمة زهوها وجمالها لما بتفتح، يعني وهي مقفولة ممكن تحسها منعكشة شوية، لما تفتح بتبقى حاجة فوق الخيال بصراحة. كما ان هي بتطلق الريح او العبير بتاعها في فترة الغروب، عند الغروب، وريحتها الحلوه دي بتصل لمسافات طويله جدا، يعني ممكن اكتر من الفل كمان، يعني هي بتصل لمسافات طويله. طب استخدامات شجره مسك الليل. شجره مسك الليل بتستخدم عده استخدامات، بتستخدم في الزينه واللاندسكيب، ممكن يتعمل بيها اسوار يزينوا بيها الحدائق والمتنزهات، ممكن يتعمل فيها برضك بتتزين بتتشكل لانها ممكن تشكيل، فبتستخدم في الحدائق العامة. بتنفع تتزرع في القصص في البلكونات، بس بيكون حجم القصيص ملائم، يعني لازم يكون حجم القصيص كبير شوية لان هي جذورها بتنتشر وكبيرة نسبيا عن بعض النباتات. بتستخدم زي ما قلنا تاني، هيستخدم ليها تستخدم كسياج، يتعمل منه اسوار وتتشكل، يتعمل منه اسوار نتيجة كثافتها في الاوراق وفي الافرع وفي التزهير كمان، لما بيطلع الزهور بتبقى حاجه فوق الخيال، جميله جدا يعني ما شاء الله. طيب من ضمن استخداماتها ايضا هي بتستخدم لطرد الناموس، الناموس في حاله تفتح الازهار لاخر النهار وبتطلق عبيرها بتنفر منها الحشرات زي الناموس. طيب يبقى الوصف النباتي لهذه النبته، هي شجره دائمه الخضره بتمتاز بنموها السريع، ودي يعني من مميزات زراعتها ان الناس بتحب تزرعها ان هي بتكبر بسرعه. ارتفاعها من 2 ل3 متر، مقبوله ان هي يعني مقبوله ان هي تتزرع في البلكونات، مش كبيره قوي، بس زي ما قلنا لازم قصيص كبير علشان تساعد الجذور بتاعها. متبادله الاوراق، وتمتاز اوراقها بالبساطه، متبادله الاوراق اللي هي سلميه، يعني ورقه مش قصاد الثانيه، لا يعني ورقه وفوقيها ورقه، ورقه وفوقيها ورقه. اوراقها رمحيه الشكل، ازهارها بتبقى انبوبيه وصغننه، وزي ما قلنا بتتفتح بالليل فقط مع الغروب، وبتطلق عبيرها الفواح الجميل دوت مع الغروب.
وزي ما قلنا الازهار منها 3 الوان، ابيض واصفر وبنفسجي. طيب ساعات بتطلع ثمره كده صغيره بتبقى فيها البذور، بس في الغالب هي تستخدم او تتقاصر بالتعقيل. تتقاصر بالتعقيل، تمام. من هنا جه اسمها مسك الليل، ان هو العبير بتاعها او ريحه المسك دي ما بيتفتحش الا مع دخول الليل، فعشان كده يا جماعه اتسمت بمسك الليل، وقلنا ريحتها بتصل لمسافات بعيده جدا، وبتزهر ممكن مرتين ثلاثه في الموسم، يعني ممكن مع في الوقت اللي احنا داخلين كمان شهر كده، وقبل الشتاء بشويه بتزهر كمان مره. هنتكلم عن زراعة مسك الليل. هي زراعة مسك الليل ديت سهلة، سهلة الزراعة، بتتكسر عن طريق العقل الخضراء في الربيع، والعقل النصف جافة أو اللي هي الغضة اللي هي شبه خشبية كده في الخريف أو قبل بداية الشتاء، يعني في الفترة اللي هي 9 10 11، الجو اللي هو قبل ما يسقع قوي. بنعمل ايه؟ بنقص عقلة قطع متساوي كده أو مساوي من تحت عين أو برعم، عين أو برعم اللي هو دي عين دي عين دي عين او برعم. بنقص قص متساوي وبناخد العقله ومن فوق بنقص بنخف، لو في ورق كتير بنخف الورق من عليها. العقله بتكون 12 15 سنتي وبنخف من عليها الورق زي ما قلنا، بننظف العقله لو فيها فروع جانبيه ورق كلام من ده زياده، ونخلي وننقي العقله تكون فيها 3 4 عيون، يعني مثلا 1 2 3 4 5، ونقص الجزء ده وبننضف الورق الزياده، وبنخلي ورقه واحده ولا حاجه لو حبيت، وبنحطها ان شاء الله في قصيص صغير بنبقى محضرين فيه التربه بتاعته، بتكون تربه غنيه علشان مسك الليل بيحتاج التربه الغنيه بالمغذيات، ونحط فيه نغرس فيه بسم الله كده، ونغرس فيه العقله بتاعنا، ونحطها في مكان بعيد عن أشعة الشمس المباشرة وبعيد عن الريح الشديدة برضه، وبأمر الله تفلح وتنجح العقلة. ولو عايزين نستخدم طريقة المشاتل، ممكن بتحط عليها كيس اللي هي نظام الأنفاق، بتحط عليها كيس وتقفله بأستك من تحت كده، وممكن تعمل فيه يعني فتحة صغيرة جدا، وكل 3 أيام ولا حاجة تفتح الكيس تغير الهواء وتشقر على العقلة بتاعتك، ولو محتاجة مية بتزود لها حبة مية بحيث إن تحافظ على رطوبة التربة. احنا قلنا يحب نبات مسك الليل الاراضي الغنيه بالمغذيات، وتكون جيده الصرف، يعني تكون مساميه عاليه، وبتزرع بحب الشمس. المسك الليل عايز مكان مشمس عشان يقدر يديك نموات ويظهر معاك، ومقاوم للبرد بس ما يتحملش البرد اكتر من 3 درجات تحت الصفر. يعني في الشتاء معاك عندنا في مصر هنا مثلا ودول حوض البحر الابيض المتوسط بيبقى زي الفل، مفيش اي مشكله، وبيقاوم معانا الشتاء وبيعدي وزي الفل. طيب هنتكلم عن التربه اللي بيحتاجها مسك الليل. احنا قلنا بيحتاج مسك الليل او بيحب التربه الرمليه الخفيفه، وممكن خلطها بحبه طمي او بتموس، ايا كان التربه لازم تكون مساميه عاليه وتكون غنيه بالعناصر الغذائية الأساسية لنمو الشجرة إن شاء الله. طيب بيحتاج الضوء، تالت شيء هنتكلم فيه الضوء. إحنا قلنا نبات مسك الليل أو شجرة مسك الليل بتفضل الضوء المباشر وأشعة الشمس، زي ما حضراتكم شايفين الشمس عليها كده، زي ما حضراتكم شايفين الشمس عليها، فهو بيحب الشمس عشان يقدر يزهر معانا وينمو طبيعي. الري، الري احنا ممكن تشاهدوا حلقه الري من الاي اللي هتطلع فوق ديت على الشاشه قدام حضراتكم، لان هو مسك الليل مشكلته في الري هو ما بيحبش الغمر الجامد او الدائم بالماء، ولكن يعني ما تخليش التربه تجف، هو بيتحمل الجفاف بشكل عام، بس هو عايز تنظيم قوي قوي في عمليه الري بحيث ان التربه تبقى شبه رطبه دائما، يعني لا تغمرها بالماء وبرضك ما تخليهاش تجف زياده عن اللزوم، وتابع يعني هي عايزه متابعه، يعني زيه زي اي زرع وبيبقى عايز متابعه ري. صباعك في القصيص، بتشوف القصيص طري زي ده كده اهوت، ده لسه طين، هنبينه لحضراتكم، ده كده
طري، يبقى مش محتاج ري. وممكن زي ما قلنا نشاهد حلقه الري عشان نقدر نستفيد من الاي اللي احنا قلنا هتطلع فوق دي. التسميد يميز شجره مسك الليل، هي معتدله في استهلاك السماد، يعني مش عايزه تسميد اوفر، ما تسمدش زياده عن اللزوم. عموما احنا قلنا القاعده العامه في استخدام اي شيء، ميه، سماد، اي شيء، الاعتدال. الاعتدال دايما هو الشيء المطلوب، الاعتدال في كل شيء. فهو ما بيستهلكش سماد كتير، بس مش معنى كده ان احنا نهمله وما بندوش سماد خالص. ما هو مش هيديك تزهير ومش هينمو النمو اللي انت متوقعه منه او منتظره منه في الربيع او في الصيف، لان هو بيستخدم في الزينه، فانت عايز يكون شكله ممتاز ويكون مورق كده والازهار تكون حلوه، ونشم برضك عبير الازهار بتاعها. وبالذات ان هو يعني تديله سماد، لان هو ما بيتاكلش، يعني هو نبات زينه، وما فات احنا مش منتظرين منه اكل ولا حاجه، فنسمده بالسماد الان بي كي، اللي برضك ممكن تتابع الحلقه بتاعته اللي انا عاملها عندكم على القناه من الاي اللي هتظهر فوق على الشاشه قدام حضراتكم. وهو سماد كيماوي زي ما قلنا، علشان يديك ازهار ويديك اوراق ويبقى معاك زي الفل كده وباين عليه. فاحنا عموما كده اتكلمنا عن كل شيء فيما يخص مسك الليل. احنا ممكن دلوقتي هنقول ممكن لو حابب تزرع دلوقتي او تشتري شتله جاهزه، هو ده الميعاد المناسب هتبدا تدي معاك وتنمو. احنا في شهر 4 اهوت، في منتصف شهر ابريل، فان شاء الله. واذا كنت حابب تزرعها في قصيص او هتجيب شتله وتزرعها في قصيص، انت بتجيب القصيص وبتحضر التربه بتاعتك، بتحط فيها حبه كومبوست، لان هو طبعا انت لازم تكون التربه متغذيه او فيها غذاء. فانت بتجيب التربه ايا كان الترابه وبتخلط معاها كومبوست بحبه مثلا رمل او بيتموس مثلا ورمل وكومبوست، بحيث ان انت تحط طبقه مثلا كومبوست حلوه، بحيث ان هي تبدا تديها الغذاء بتاعها على مدار الكام شهر دولت، عشان تبقى التربه غنيه. وبرضك في اللي هو السماد العضوي عموما، احنا هنتكلم فيه، اتكلمنا فيه حلقه قبل كده، وهسيب برضك الرابط فوق، ممكن حضراتكم ترجعوا ليها. زي ما قلنا في الختام، نحب نكون على علم بان الشجره دي من النوع الحساس جدا للضوء والحراره وللري. يعني فانت حاول دايما تختار المكان المناسب اللي تقدر تحطها فيه، علشان تقدر تهيئ لها البيئه المناسبه ليها قبل ما تقوم بعمليه الشراء. واتمنى نكون وضحنا كويس ايه هو مسك الليل وشكله ومتطلباتها من كل الجوانب، وتكون حلقتنا مفيده، ونلقاكم على خير. دمتم في امان الله.